بروفيشنال. اهلا ومساء الخير على كل من يتابع في برنامج سهريه عبر شاشه 218. وصحه فطوركم، صحه فطوركم شباب، صحه فطورك لا، صحه فطورك محمد، صحه فطور كل من يشاهد فينا. اتمنوا تقدوا معنا اجواء جميله في حلقه اليوم من السهريه بمواضيعها وفقراتها والعابها. اكيد مرحبتين بالناس الكل، على قولتك عمار، اكيد بدون استثناء وما كنتوا كيف ما كنتوا. اليوم حتكون كالعاده حلقه خاصه بكم، نحكوا فيها في العديد من المواضيع، وحيكونوا عندنا اكيد جوائز، وهالبنات حيخشوا معنا السحب ايضا اليوم. بالضبط شباب، موضوع عندنا كذا من موضوع في حلقتنا اليوم. بداية حنبدو من الجانب الرياضي لعشاق كرة القدم وجميع الأنشطة الرياضية بصفة عامة. أيضا عندنا سؤالين يعني يحكن عن الزواج، يحكن عن إنجاب الأطفال وكذا، حنطرقون خلال الحلقة أكيد إلى جانب الألعاب والجوائز. أكيد. أنا خلينا نبدو مع الناس أول سؤال، أو أول حاجة نبدو الناس تتفاعل معها اللي موجودين على الفيسبوك لايف تو، نحيوهم واحد واحد. شنو هو السن المناسب للزواج حسب وجهة نظر كل واحد؟ حنسألكم نفس السؤال ولا نبدا نجاوب انا بعدين ناخذ اجابات؟ تقدر تبدا عادي يا عمار. حنبدا انا. نشوف السن المناسب للزواج لما يكون الانسان قادر انه هو يأمن حياة سعيدة لي ولشريكته، ونفس الوقت هي شريكته، يعني هم الزوز قادرين يأمنوا حياة سعيدة. ممكن تكون بأبسط الامكانيات، ممكن يكونوا المهم يعيشوا مع بعض، المهم يتزوجوا راضيين، مش مثلا يمشي يخطب واحدة او يتزوج واحدة تكون سقف احلامها وطموحاتها والحياه اللي هي تحب تعيشها ورديه، وهو مش قادر يحقق الحياه هذه. اهم حاجه يكون هم متفقين ان قادرين يامنوا حياه مع بعض او يصنعوا حياه سعيده تكون نسبه السعاده فيها اكثر من التعاسه، معناها هذا السن المناسب للزواج. صح. اما الانجاب هذاك قصه ثانيه، ماليش علاقه الانجاب هذاك، حتى هو عنده قوانين ثانيه تنديروا عليها حلقه ثانيه. اكيد. بالنسبه لي ممكن من اقوى حاجه، احنا ثلاثه مش متزوجين ونفتوا في الموضوع. طبعا ما دلاش. لا بالعكس، المفروض نسمع حتى اراء الناس المتزوجه يعني رايهم. اكيد. بالنسبه لي يعني نشوف ان الخطوه هذه تجي بعد ما الشخص يعني كون شخصيته، كون عرف روحه هو شن يبي، حط خطه معينه لحياته، ايضا يكون قادر وحقق جزء من احلامه وطموحاته، ويعني بنى نفسه، صنع نفسه، بعدين يبدا لمرحله الزواج واللي هي نعتبرها مرحله استقرار يعني. فلازم هو اصلا يكون مر بمرحله عشان يحتاج انه هو يستقر، بعدها يكون يعني ممكن من بعد ال 25 يعني 26 27 30 سنه. صح مزبوط. نبو ذكروا يعني الناس بان الزواج هو قرار قبل كل شيء، يعني اكيد لما يكون قرار ما يرتبطش بموعد محدد، يعني لازم الشخص هو فعلا يقرر. طبعا. والناس اللي تعتقد بان المجتمع لما يضغط على بنت او على ولد في مساله الزواج لاسباب مرات تكون مثلا يقول لك مثلا الولد باش مثلا احنا نقولوا كيف يستقر بالولد بالك باش يعقل مثلا، في بعض المصطلحات تستخدم، او البنت باش ما يفوتهاش القطار والقصه هذيك. فعليا شوف في لا، هو لازم يكون قرار، والقرار هذا لازم يتخذ الشخص هو نفسه. علاش؟ باش لما بعدين في المستقبل يفشل هالمشروع هو ما يبداش يحط في اللوم على الناس اللي ضغطوا عليه. طبعا لومه هو فقط على نفسه على هذا القرار. صحيت محمد على كلمة مشروع، هو فعلا مشروع يعني. وحتى في شيء ثاني يستفز فيه لما يحكوا للبنت يعني بالذات أكثر من الشاب، حتى الشاب عليه يعني ضغوطات، بس لما يحكوا على البنت إنه عندها فرص معينة، كأن عندها فرص معينة أو عدد معين مثلا من العرسان أو الأشخاص اللي حيتقدموا لها، وهي لازم تقبل في الثلاث فرص أو أربع فرص، يا أما تريح عليها الفرصة بكل يعني. صح. وأيضا بضيف على كلامكم، إحنا في 2022 اليوم مفهوم حتى الزواج أو تأسيس الأسرة اختلف على زمان. ممكن زمان الراجل هو المسؤول عليه كل احنا نقول المصاريف او الحاجات اللي ممكن، بس احنا تو في 2022 غلاء الاسعار في كل دول العالم مش بس في ليبيا، الحياه اصبحت صعبه، الراجل ما عادش قادر هو بروحه يوفر الحياه اللي هي اللي احنا نقول يعني يكتفي بكل شيء هو بمعاشه او بمرتبه، لا لازم يكونوا الزوز يشتغلوا او الزوز يساعدوا بعض باللي تقدر عليه هي، وهو نفس الشيء يتقاسم معها المهام المنزليه، يعني مثلا تربيه الاطفال، الحاجات المنزليه لو كان هي مثلا ام عامله معناها لازم يكونوا يتقاسموا كل شيء. مفهوم زمان نتاع المراه المطبخ والطيب وتربي وتدير كل شيء، وكان
تخدم او نباهي وكانت ما تخدمش بلاش، هذا تغير. لان احنا زي ما قلت لكم احنا حتى لو قعدنا محافظين على السيستم القديم مثلا في ليبيا، لكن الحياه حوالينا تغيرت، فلازم حتى احنا نتغيروا باش ان هم بجديات يكونوا يعني ما يستحقوا شيء زي ما يقولوا، يقدروا ياسسوا عائله ويربوا صغارهم والدخل يكفيهم. صح مزبوط. وبإضافه على كلامك عمار، وللاسف في بعض الاشخاص سامحوني في الكلمه ولكن يدخلوا في اراده الله في الامور، في الامور هي يعني مثلا في ناس يقول لك حد مثلا غير مقتدر وما يقدرش يفتح بيت، يبدو يقولوا لا افتح بيت وتو الرزق على ربي بعدين ساهم. بعدين يقول لك مثلا جيب عيل وتو جي الرزق معاه يجي معاه. احنا انا بالنسبه لي انا ضد ان تدخلوا اراده الله في المواضيع الاجتماعيه. موضوع ممكن ينجح ممكن يفشل، هذا يعتمد على الشخص. بقى الشخص يقول تو يجي الرزق على ربي يقعمز في الحوش يقول وين ما جانيش، ولا يجيب عيل يقول خير ما جاش الرزق معاه. فياريت ان اي حد يبي حد يتزوج ما يدخلش اراده الله، اراده الله فوق الجميع وما حد يعرف ان هذا المشروع حينجح او لا، فما يستغلوش هذا الموضوع في ان الشخص يتجوز. يعني حاجه اخيره حنقولها على الموضوع، ان الزواج مثلا الزوج لما يختاروا بعض ويبوا يتزوجوا وراضين بالمستوى اللي هم فيه سواء كان كويس او مش كويس او كذا، هم احرار، هم احرار ان هم يختاروا حياتهم، ولكن مش احرار ان يختاروا حياه سيئه لاطفالهم. او احنا نقولوا مستوى معيشي تحت المحترم لاطفالهم، لا هذاك زمان. تو احنا في عصر الوعي، الطفل لما يقرروا ان هم يجيبوا اطفال لازم تكونوا مسؤولين ان الطفل هذا يعيش حياه كريمه. لو صارت الظروف قاهره بعدين الله غالب قضاء وقدر، ولكن انت ليك الاختيار امتى تجيب الطفل هذا. مش تبي نجيبه بكري باش نتربى انا وياه نكبر انا وياه اصحاب، لا في فرق في العمر، حتى جبته وانت كبير المهم تجيبه هو مرتاح. صح دخل صح. طبعا اللي صار بيناتنا تو حاليا هو شني وجهات نظر طبعا وفي حوار وهذا الشيء المفروض يصير في كل حوش ليبي. اي قرار يصير له علاقه بالزواج، له علاقه بالطلاق، له علاقه بانجاب ابناء وكذا، يبدا بنقطه الحوار. ما تقوليش ان كلامي هذا يعني بعيد على مجتمعنا الليبي، لا ابدا، هو قريب هلب على المجتمع الليبي ولكن حابين ان نطبقه. فخلونا نشوفوا تقرير عن الحوار وبعدها نكملوا حلقه سهريه. الحوار هو نقاش بين شخصين أو ثلاثة أو أكثر، ومن خلال الحوار يشرح الشخص أفكاره ومعتقداته وحتى مشاعره للآخرين، ونفس الوقت يفهم الشخص أفكاره ومعتقداتهم، ووقتها يتفهموا بعضهم حتى لو في اختلاف الرأي يمكن يتوصلوا لحل وسط لأي مشكلة بينهم. ومع التطور التكنولوجي أصبح عندنا نوعين من الحوار، مباشر وغير مباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي. تعتبر مناقشة المواضيع أفضل طريقة للتحاور بينك وبين أي شخص، سواء من أفراد العائلة أو من الأصحاب والزملاء. وفي اللي يعتمد على أسلوب التحاور في التعاملات، مثلاً يحكي الشخص عن اللي ضايقه لزميلة في الشغل ويعاتبه، وهذا يكون مدخل الحوار، ووقتها تتوسع دائرة الهدرزة وكل شخص يفهم الآخر ويوضح له وجهة نظره وطريقته في التعامل. وفي اللي يعتقد منه ليه ويحكم على التصرفات بدون مناقشة الموضوع ويشيل في قلبه على زميلة أو صاحبة أو حتى أخوه، ووقتها ينهي أي نقاش بمشكلة. البعض منا لأنه مش متعود على النقاش بين عيلته ما يقدرش يعبر على رأيه في أي موضوع، وهذا الشيء يمشي معاه للمدرسة وللجامعة ويكمل معاه للزواج ويعلمه حتى لأطفاله. وممكن الصحبة تغير أطباع الشباب وتخلي الشخص اجتماعي أكثر ويقدر يحاور ويهدرس، بالذات لو كانوا الأصحاب يحبوا يحكوا ويسمعوا في نفس الوقت، يعني تعطي مساحة لغيرك يحكي ويعبر. والجزء الأهم في الحوار هي الثقافة، لأنها تعطي للشخص حضور ووعي في أي نقاش. زي ما شفنا شباب هذا التقرير اللي اختصر مفهوم الحوار في حياتنا، وزي ما قلت محمد إن دار بيناتنا حوار، الحوار هذا لازم يدور بين أي اثنين حابين إن هم يبدوا يأسسوا لحياتهم، يجيبوا صغار عشان يحطوا الأسس السليمة لإن هم ينطلقوا في المشروع هذا. نتفق معاكم. حنقروا شويه تعليقات على الهاشتاج سهريه بتيل مربوطه على تويتر والفيسبوك لايف ايضا، حنقروا منهم تعليقات، احكوا لنا وجهه نظركم بخصوص الموضوع، تتفقوا او لا، شنو الحاجات المهمه اللي لازم يركز عليهم الشخص قبل الزواج، وشنو هو السن المناسب للزواج حسب وجهه راي الجميع.
اوكي هنبدأ من تويتر او تبدو من عندكم شباب؟ يلا اوكي. ام حمد تقول الحمد لله في متفكر الموضوع هذا اكيد. مادلين تقول العقل له دور لما يكون الراجل قد المسؤوليه والبنت كذلك، يعني ما فيش طيش وصغر عقل. هنا الوضع مناسب، واحيانا العمر مش مقياس لسن الزواج. العمر مش مقياس للقرار، بس مقياس لفرق العمر بين الشخصين اكيد. طبعا العمر مقياس اكيد. ما يجيش ان شخص مثلا يكون بينه وبين الشخص الاخر جيل او جيلين، يعني هذه مشكله كبيره ومواجهه فيها. انا نشوف في ان العمر له دور خصوصا للبنت، انه برضه البنت لما بتتزوج لازم تكون هي مهيئه في عمر ان هي اصلا تقدر تنجب اطفال. يعني فالعمر مهم. اسيل على تويتر تقول افضل سن للزواج انك ما تتزوجش بكل. تقول فكرة الزواج هذا كلها غلط بغلط، بالذات تو عن نفسي آخر موضوع مفكر فيه الزواج بعد شفت تجارب الناس يلي قبلي. طبعا حتى الناس اللي مش حابة ان هي تتزوج هي ناس طبيعية وعندها حرية اختيار، يضايقوا فيها. نشوف في ناس يضايقوا فيهم ناس يقولوا لهم علاش ما تبوش، اللي رافضين فكرة الزواج يجوهم الناس يقولوا كيف ما تتزوج، لا لا لازم الواحد يتزوج. يا ستي هي حرة ما تبيش تتزوج. وايضا الناس اللي تبدا تقول لك امتى بنفرح بيك ولا امتى بتتزوج ولا كذا، هذا تدخل في خصوصيه الاخرين، ما عادش تدخلوا في خصوصيه الاخرين، خلوا كل حد وحاله، مرات هو يستنى في حاجه معينه، مرات مازال بياخذ وقت. ما فيش حد يعرف ظروف الشخص الاخر. بالضبط، ما تدفوش المركب للناس وبعدين تعلقوا فيهم. خلينا نشوف تعليقات طيب. اكثر على تويتر. أسو تقول بالنسبة لي الزواج قرار صعب يبي تفكير هلبة ومسؤولية، لما نشوف نفسي جاهزة كليا إني نكون مسؤولة عن زوج وعائلة. طبعا الزواج ما يربطش شخصين بس يربط عائلتين ببعض، فبتفكر في هلبة حاجات. هل أنا قادرة أني نهتم بزوجي ونكون زوجة صالحة؟ هل أنا قادرة نحل المشاكل بيننا بتفاهم؟ حييك على فيسبوك مروه العرفي قالت تحيه لكم جميعا محمد وعمار والاء، وتحيه لمواضيعكم الراقيه والواقعيه. ام احمد قالت 25 للبنت 35 للشاب. انين الصمت قالت منورين 25 هو السن المناسب. عائشة قالت أفضل سن للشاب هو 35 والبنت من وجهة نظري هي 25. وبرضه قاعدين يقولوا انه افضل سن للزواج 26، لان العقل يكون ناضج والانسان يكون فاهم الحياه اكثر سواء بنت او ولد. صح، وطبعا نعرفوا بان في قصص نجاح كبيره صارت في اشخاص كانت اعمارهم مختلفه، وفي قصص نجاح مثلا كانوا في سيدات تكون مثلا عفوا مش يعني آنسة تكون عمرها مثلا في الأربعينات وتزوجت حد في الثلاثينات أصغر منها وحققوا قصص نجاح رغم المجتمع يشوف لهم للأسف يعني بنظرة مختلفة. طبعا أيضا في موضوع العنصرية البشرة، يعني في قصص نجاح مثلا بنات سمر تزوجوا أولاد بيض والعكس صحيح رغم نظرة المجتمع. يعني احنا قاعدين نتكلموا بس ان جنرال في المجمل، لكن اكيد في قصص نجاح صارت في اشياء يعني معنا المجتمع يشوف لها بنظرة صعبة شوي. طيب شباب نحن تو حننتقلوا اللي حينضم لنا ضيفنا بكري او ابو بكر محمد عبر سكايب، واللي هو طلع اغنية شكرا ليك الخاصة بالاطقم الطبية. ايوه مساء الخير. مرحبا ابو بكر. يا قمر مازال بدري بدري، يا ولف الصغر مازال بدري مازال بدري، يا قمر مازال بدري بدري، يا ولف الصغر مازال بدري مازال 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 بدري مازال 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 بدري مازال بدري. الله بدري عليك بدري من عمرك يا ابو بكر. صح فطورك ومرحبتين بيك في السهريه. مرحبتين بكم احمد عمار والاء.
سعيد بتواجدي بيناتكم او بدخولي عليكم في سكايب. ولكم وحشة كلكم. حتى احمد يسلم عليك بكل شيء. الله يسلم اموركم. تمام كويسين. مبروك الاغنيه. مبروك الاغنيه الجديده. الله يبارك فيك عمار. الله يسلمك. شنو عجبتكم؟ والله احنا سمعنا منها شويه، ما زلنا بنسمعوها كامله بعد شويه. احكي لنا كيف جت فكرتها، الانتاج، اعطينا عليها تفاصيل اكثر. تمام. اغنيه شكرا ليك هي اغنيه شكر لكل الاطباء والاطقم الطبيه على اللي قدموه في جائحه كورونا. احنا عارفين اللي مرينا به كلنا، واللي مروا به الاطباء بصفه خاصه وكل الاطقم الطبيه في هالجائحة. كانت لمسة وفاء، حاجة صغيرة يعني مش من قدرهم، ولكن حبينا هيك تكون رسالة إن شاء الله توصل كل الناس في دور اللي قدموه الأطباء من تضحيات، ونحن عارفين كيف تعبوا يعني. الأغنية من كلمات الفنان محمد الوافي الحاني، ومن إخراج محمد الحبوني، توزيع موسيقي سراج الزوي، ايضا شارك في تركيب الصوت عز العمامي، تصوير ومونتاج وسام ساسي. مبدئيا برعايه شركه الفا، وكان المنتج منفذ شركه نجم. اها ايوه. طيب يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه. بكري او ابو بكر، من وين جاتك الفكره انك تغني على الاطباء؟ يعني انه مش دائما يكون متناول هذا الموضوع يعني، وهل الشيء هذا حيكون انطلاقه لانك انت تغني على باقي المجالات وباقي الشرائح من المجتمع اللي شوي حظها يعني مهضوم ومش مسلط عليها الضوء بشكل كافي؟ هي هذه الفكره، ان نحن نسلط الضوء على الناس اللي كانت يعني نقولوا الجنود المجهوله. والفنان اصلا شنو؟ الفنان رساله وصوت للناس واجده. ان شاء الله ربي يقدرنا نكون رساله لكل فئه، سواء الفئه الطبيه في اي مجال، ان شاء الله نكون يعني صوت المسموع عند الناس. نحن عارفين ان الاطباء يعني مش شويه للضروره حالاتنا، حبينا تكون هذه لمسه لهم يعني. حلو. بكري، بعد كورونا، مش ليبيا بس حتى عربيا وعالميا، بعد كورونا هل بفنانين يتجهوا الى اغاني يكون فيها رساله؟ قبل كورونا كانوا يصدروا في اغاني ممكن تكون البوم كامل عاطفي، ليش بالذات بعد كورونا اصبحوا الفنانين يبحثوا عن مواضيع وقصص فيهم رساله وفيهم مضمون اكثر من دي قبل؟ والله مش عارف شنو هو السبب، بس ممكن عندك وجهة نظر. أنا عندي وجهة نظر أخرى، هي أن في فنانين زي حمزة نمرة وغيرها كان عندهم ديما، وحمود الخضر كان عندهم ديما رسائل اجتماعية يعني، فهمت؟ كان لهم صدى كويس. ممكن في ليبيا عندنا نحن شوية الموضوع تاعي مش واقف حقه يعني. فنتمنى أن توم يعني أنا وغيري وكل الفنانين هم يكونوا يعني شوية مسلطين الضوء على الحاجة هذه. طيب انا حنستغل وجودك معنا وحنسالك شن جديدك بعد العمل هذا، او شن موتي، او شن مفكر تنزل الفتره الجايه؟ تمام. فجأت لا متوقع، المفروض تتوقع انك انت في لقاء نسالوك على الجديد. كويس كويس. في ان شاء الله 5 اعمال قاعد موتي فيهن. الحق ما حبيتش انه يكون الموضوع عمل ونزل عمل ونزل، حبيت انه يكون في شويه تحشيد، خصوصا بعد نجاح اغنيه هي دبريني الحمد لله، وتو واصله ممكن المليون وربع في اقل من 6 شهور. في اغنيه ان شاء الله بعد العيد حتنزل بعنوان ايش السر اللي فيك. السر اللي فيك كلمات الشاعر سالم العالم، ملحان الدكتور الملحن تامر العلواني، ومن توزيع المايسترو معتز سلامه. اوكي. اكثر منك مش ما ترجيش مني شيء نقول لك. طيب مع ان انا عندي معلومات يا ابو بكر. حتى انا عندي معلومات. طيب حنستنوا اكيد جديدك. حنشوفوا طبعا العمل حينعرض بعد شويه. نشكرك هلبا وكل التوفيق ليك، وحنكونوا متابعين اول باول. نورين ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. وانت طيب. مع السلامه. مع السلامه.
يلا نمشي ناخذوا الكليب. يلا خلونا نشوف العمل. نمشي نحضره مع بعض. ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذكرت السلطات الليبية أن تسجيل الإصابة الأولى جاء بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع. كل ساعة ليش النهاية تعال. شكرا شكرا لي. شكرا شكرا لي. شكرا شكرا لي. شكرا لي. شكرا شكرا صبحك بالمساء تحارب في هذا الوباء يقوى جندي في الوجود يحفظك رب السماء. موصل صبحك بالمساء تحارب في هذا الوباء يقوى جندي في الوجود يحفظك رب السماء. حتى أهلك مشتاقين ما شافوك الأموين وغيابك من حبك ليهم يدعو لك الله يحميك. شكرا لي. كانت لي نعم السنة الحمد لله عالسلامة جيت وجايب لك ورق بالدواء والابتسامة. كانت لي نعم السنة الحمد لله عالسلامة جيت وجايب لك ورق. شكرا لي. شكرا. شكرا لي.
زي ما شفنا هذا العمل الشباب بصراحة، كلمات واختيار اللحن والأغنية بحد ذاتها والرسالة يعني جدا جميلة، نحيوه عليها أبو بكر. والفيديو مكمل للعمل بصراحة، حلو عمل متكامل نشكره عليه، ونتمنى له أكيد التوفيق ويحصل صدى الواسع. صح مزبوط. طبعا ذكروا الجميع بأن ما زلنا نحكوا في مواضيعنا وما زال عندنا هلبة مواضيع على هاشتاج سهرية على تويتر وأيضا على فيسبوك. وايضا نذكروا بان اليوم 26 يوم على اختطاف زميلنا علي مراسلنا في سرت، الى هذه اللحظه ما زال مكانه مجهول. علي الرفاوي اكيد زي ما قلنا احنا من قبل رمضان تقريبا مختطف ومكانه مجهول، وما فيش حد يعرف عليه اي معلومه. في حال اي حد يتابع فينا اليوم يعرف عليه اي معلومه او سمع عليه اي خبر، ما يبخلش بالتواصل معنا مع اي حد من قناه مدينه 18 ويبعث لنا، لعل وعسى نعرفه وين قاعد او حتى نطمنوا اهله مساكين اللي قاعدين في رمضان من غير اي اخبار عليه. ان شاء الله يا ربي نسمع عليه كل اخبار طيبه وربي يفك اسرب. شباب تو ننتقلوا للعبه شن يخطر. يلا شوفوا. يلا اوكي شن يخطر اليوم؟ حتكون بالترتيب، كل مره واحد حيلعب والناس اكيد حتلعب معنا اللي تشوف فينا على الفيسبوك لايف وعلى تويتر هاشتاج سهريه بتيل مربوطه. ونذكر مره ثانيه ان في مجموعه كبيره من الكروت اليوم حتنعطى زي امس. لما جاوبني إيه؟ انت الاول بقى، انت قلت ثلاثه ايه. لما نقول لك اليسا شن يخطر؟ ملكه الاحساس. ايه جميلة جيب استنوا أجمل إحساس. أوكي وجيم جوائز أو جائزة جائزة الموسيقى العالمية. جائزة الموسيقى العالمية بان شني ترى جيم شن جيم. أوكي ملكة الإحساس. استنى خمس مرات تطلعوا هلا. ملكة الإحساس أجمل إحساس أواخر الشتاء. أواخر الشتاء صح. جوائز ميوزيك اوورد صح. جوائز جميل. طيب نمشي للي بعد. مننا محبي اليسا يعني. اوكي نشوفوا اللي بعد، مين حياخذ اللي بعد؟ عادي عادي مفيش فرق. لما نقول لكم كلثوم شن يخطر؟ يلا حرف الكاف كوكب الشرق. كوكب الشرق كوكب الشرق صح. حرف الميم منديل. منديل حرف النون نظارة. نظارة. حرف الالف. الالف انت عمري. ممكن. انت عمري في عندها هلبة بحرف الالف، مش بس انت عمري يعني. عندها ابعثوا لنا على تويتر، خلينا نشوفوا تويتر معش طلعونا الاجابات. حرف الالف بس شوفوا حرف الالف على تويتر وعلى فيسبوك لايف، قولوا لنا حرف الالف شن هي الحاجه اللي تشوفوا فيها ان هي، ويقولوا حتى الكلمات الثانيه ممكن يكون انا غلطان في حاجه يعني. صح زي ما بكري قلنا على تويتر اغلبهم يقولوا انت عمري. زي ما بكري قلنا اجمل احساس طلعت اواخر الشتاء. أمي كاتبين أنساك أنت عمري. أنت عمري كاتبين أنساك. حمادي ذكاء قالوا لك. عبد الفتاح منور. يا عبد الفتاح العبادي منور هلبة. أوكي أم دعاء قالت يا رب. كوكب الشرق منديل نظارة بس حرف الألف مش مجاوبينا. أنت عمري كاتبين غالبيتهم كاتبين أنت عمري أو أنساك. ايه خلاص هذو هم اللي كاتبين نفس ما انا جاوبت يعني الاغاني. يلا اعطونا الاجابات الصح خلينا نشوفوا. اول ثلاث وحدات. اول حرف كوكب الشرق. اوكي حرف اللي بعد عندك فائز انا المنديل. اوكي اللي بعد النظارات. طيب واخر حاجه الليله وليله عندها هلبة اغاني. طيب في عنا فايز، نختاروا فيسبوك ولا تويتر؟ شو رايكم؟ والله زي ما تشوف انت عمار اللي ناسك. حنختار تويتر، حندير ريفرش ابعتوا، حنعطيكم وقت تبعتوا فيه. باه نمشوا للي بعد ما بين الناس تكون علقت شويه. باه اوكي يلا يلا نمشوا اللي بعده. طبعا عنا فايز اكيد. شنو يخطر لما نقول هولندا؟ شن يخطر؟ تبدي انت الاء هذه. يلا اوكي هولندا. هولندا الحاجة الوحيدة اللي عرفتها على هولندا مش موجودة. طيب أنا نقول طاحونة طواحين لأن فيها هي فيها واجد طواحين. يس يس معقولة قد عيسان نقول طاحونة. حرف الجيم. خلينا نفكر شوية. اوكي يلا جاوبوا بخصوص الهولندا. جسور حرف الجيم. جسور فيها جسور. اي
حرف اللي فيها هلبة جسور لما زرناها فيها قنوات ايه وقنوات وفوقهم جسور ولا جسور صح ممكن يكون جسور طواحين حرف الدال في اللي قال جبن في جبن في هولندا في اللي قال جبن معروفه بالجبن ايه صح جبن معنا صح جبن هلبة جبن اوكي حرف الدال اصلا هولندا معروفه بالحليب خيرك انت اغلب الماركات الحليب معروفة ده. بالورد برضه بس مش حاسة زين حرف الزين زرافة كده فيها زرافة في شكل اسم مدينة زهور صح فيها زهور زهور تبعت في الزهور اللي كل دول العالم تقريبا زهور إذا قلنا أجبان أو جبن الطاشن هي دال حرف الدال أوكي الطاشن قلنا الطا ولا ما سميناهاش طاحونة أو طاحونة حرف الدال يطلع بشكلية دراجات ممكن دراجات كلها دراجات صح صح, صح 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 أوكي يلا أوكي حنضرب حد أتو تشاين الطواحين الهولندية معروفة الطواحين الهولندية أكيد جبن أوكي نحسب جسور أنا حيقولنا جبن ولا جسور الزوز تمشي دراجات وزهور صح برافو والله جاوبناهم طبعا اللي فاز عندي على تويتر هو اتو تشان الف مبروك ألف كاتب ألف زهور جاوب بس اجابه واحده الف مبروك فاز معنا برصيد بعثوه على طول على تويتر هذه اخر واحده صح؟ اخر واحده وصلنا نهايه الفقره الاولى حنطلع فاصل قصير بعد الفاصل حنرجع نلعب معاكم ونهدرزوا فما تمشوش بعيد خليكم معنا يلا ما زلنا مستمرين معاكم في حلقة سهرية لليوم اليوم صح ما عندناش فقرة رياضة ولكن حينضم لنا زميلنا رئيس تحرير موقع ريميسا الرياضي نحكي أكثر عن الموقع أستاذ علي البوسيفي بعد هذا التقرير أكيد يلا نبض الشارع الليبي الرياضي الموقع الرياضي الأبرز بحسب الأرقام في السنوات الأخيرة يواصل الرصد في كل الأحداث الرياضية في رمضان كانت أبرز التغطيات للدوريات المنتشرة في الملاعب والساحات في أغلب المدن الليبية بمختلف الرياضات والألعاب وفقرات جديدة زي حكايات الريماسة الرياضية اللي ترجعنا للماضي الرياضي بذكريات خالدة الدوري الممتاز ديما عنده متابعة خاصة من ريماسة إضافة لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم اللي كان فيها مباريات في بداية رمضان وتغطية القمة الليبية بين الاتحاد والأهلي طرابلس كان لها متابعة مكثفة من فريق الموقع الرياضي وفي انتظار إخراج التغطية بأجمل صورة في مباراة الإياب التغطيات المتواصلة للموقع الرياضي خلت كل المتابعين مهتمين بالأرقام والإحصائيات واللقاءات ضمن سلسلة يومية تكشف خبايا الرياضات المتنوعة وأبطال ليبيا محليا وأيضا على المستوى الإقليمي والدولي الصفحة الرسمية الخاصة بريميسا وصلت لأكثر من مليون متابع في وقت قياسي وفي شهر رمضان التفاعل متواصل أيضا على جميع المنصات الاجتماعية ريميسا قاعد يدق على قلب كل المتابعين ومواصل نبضة للشارع المهتم بكل كواليس الرياضة زي ما شفنا في هذا التقرير ريميسا في مقدمة السباق احنا نقول المواقع أو الصفحات الرياضية والصحف الرياضية في ليبيا خلونا نرحب بالأستاذ علي البوسيفي رئيس التحرير زميلنا مرحبتين بك السلام عليكم عمار صحف طور للمشاهدين كل المشاهدين في يتابعوا في سهرية تسمع فيها الصوت صحف طور أستاذ علي نسمع فيك يا أستاذ علي أنت تسمع فينا كويس شويه في طنين كثير في الودن في السماعه لكن نحاول نسمع كويس ان شاء الله طيب. عموما نرحب بك عمار محمد الاء نحييكم ونحيي جمهوركم الكريم في سهريه اللي هي تقدموا فيها كل موسم بطاقه متجدده ولكل زملاء خلف الكواليس مع حضراتكم شكرا استاذ علي استاذ علي الف مبروك على الارقام الكبيره قاعد يحقق فيها ريميسا لو نبدو كيف تم تاسيس هذا الموقع وهذه الصفحه هو الموقع احنا نفتخروا احنا جميعا نشتغلوا في موقع الرياضي الاول في ليبيا موقع
متخصص في النشاط الرياضي بالدرجة الأولى، نشاط رياضي محلي، رياضة ليبية اللي هي طبعاً مخصصينها من 70-80% من أخبارنا، 30-20% متابعة للأنشطة الرياضة العالمية العربية الدولية بشكل عام، لكن اهتمامنا الكبير جداً بالنشاط الرياضي في ليبيا داخل ليبيا. نحن موقع رياضي واقعي في خط موازي لكل الأندية الليبية والاتحادات الرياضية وكذلك حتى الأنشطة الرياضية، عندنا أهمية كبيرة بالرياضة في كل المناطق الليبية من شرق لغرب لشمال جنوب، ونجحنا من خلال متابعة الجمهور وانطباعات الجمهور الرياضي داخل ليبيا وخارج ليبيا. حتى خارج ليبيا الحمد لله استقطبنا جمهور كبير، خاصة في جمهور شمال أفريقيا، جمهور الدول العربية خاصة مصر، الجزائر، تونس، المغرب والمشرق العربي، من خلال محترفين اللي ينشطوا في الدوريات العربية استطعنا احنا نستقطب جمهور رياضي في هذه المدن، والحمد لله معنا أرقامنا جيدة وتطلعاتنا ما زالت للتقديم الأفضل والمفيد للشارع الرياضي في ليبيا. جميل. طيب أستاذ، الصفحة الرسمية لريمسا فقط المليون متابع في وقت قياسي، يعني شو رأيك، شنو السبب؟ هل إن ما فيش يعني مصادر أو أخبار لها مصادر ومتواصلة في نشر يعني الأخبار الرياضية المحلية؟ الحمد لله احنا الصفحة زي ما قلت لحضرتك لا صفحة تجاوزت المليون متابع أو معجب بصفحة ريمسا. طبعا الصفحة هي ضمن منصات تتبع الموقع الرياضي، هو الأساس الموقع اللي هو ننشر فيه يوميا من 60-80 خبر داخل الموقع. نعرف أن اليوم فيه 24 ساعة، ولو نشرنا 80 خبر يعني في الساعة حوالي 3 أخبار ونص، باستثناء للأخبار للحركة السوشيال اللي هي منصات السوشيال من عواجل، قوالب تصريحات، قوالب تفاعل تفاعلية، يعني أرقام الأخبار اللي تنشر في الموقع أرقام كبيرة. ونحيي من خلالكم الفريق اللي نشتغلوا مع بعضنا كأسرة واحدة من خلال فريق على الأرض من مراسلين في أغلب مناطق ليبيا، كذلك نعتمد عليه مصادرنا الخاصة، مصادر موثوقة وثقت فينا كموقع ننشر في الأخبار صحيحة، وإحنا وثقنا في أخبارهم ومصادر والمصادر الأخبار اللي يمدونا بها، وتميزنا إحنا يعني بالأخبار الصحيحة. والميزة أخرى إن إحنا من البداية قررنا إن إحنا كموقع رياضي نبتعد عن أي تجاذبات سياسية، يبقى موقع رياضي فقط. حتى حاولوا بعض السياسيين إن يدخلوا للملاعب لمشاهدة مباريات أو متابعة مباريات، إحنا ابتعدنا عن أي تغطية لهذه الشخصيات السياسية للحضور. حاولنا إن إحنا نبتعد بأقصى ما يمكن بالمشاهد الليبي أو متابع للموقع ريمسا من أي مشاكل سياسية أو عسكرية أو حروب. احنا خليناه موقع رياضي فقط بدون أي تجاذبات، أي حتى فتنة بين الأندية اللي هي نشوف فيها بعض الصفحات اللي هي تشتغل على الصحافة الصفراء، احنا اشتغلنا عليه لمصداقية الخبر واحترام جمهور كل نادي. بإمكان نشكر أي فريق في المقابل لا نسيء لأي نادي آخر في عناويننا، في أخبارنا، في تغطياتنا. والحمد لله وصلنا تجاوزنا مليون. مليون كنا نطلع عليه في العام الثاني أتذكر، لكن صارت شوية مشاكل ونعفوها كورونا وقبلها حرب، يعني أخرت المليون. نحن نتحرك ونسير بخطة ثابتة في إقناع المشاهد إن موقع رياضي، والحمد لله وصلنا لها النقطة هذه، إقناع المشاهد موقع رياضي، أخبار موقع رياضي ما أخبار صحيحة متزنة ومتوازنة.
طيب أستاذ علي، كيف قدرتوا تحصلوا على الحصريات؟ إحنا نعرف أن الرميسة تحصل على العديد من الحصريات وال أو الأخبار والفيديوهات اللي تحصلت على ترند بشكل كبير، كيف قدرتوا تحصلوا على الحصريات؟ كان ما زلي ما سمعتهاش كويس، بس في كيف تتحصلوا على الحصريات؟ يعني كيف يستطيع كيف تحصل رميسة على الحصريات؟ والله كيف تحصلت رميسة على الحصريات صح؟ هي ثقة المسؤول الرياضي أول للأمانة، ونشكر كل من وثق في موقع رميسة. مسؤول الرياضي عنده ثقة في موقع رميسة أنه هو يصدر الخبر بدون كما جاء الخبر الخاص، وننقل احنا مع سرعه الخبر. احنا ما نفسروش الخبر، ننقلوا زي ما جاء حصريه الخبر. احنا نتميز كذلك. اتذكر موقع رميس هو اللي انفرد بحصريه رفع الحظر عن الملاعب الليبيه، واللي هو هذا انا شخصيا ما زلت نفتخر به كابرز خبر تميزنا به، واللي اسعد الليبيين بشكل عام تميزنا به قبل كل الوسائل الاعلاميه الالكترونيه او المرئيه والمسموعه. احنا انفردنا بخبر من موريتانيا، وكان الخبر حصريا من المسؤول الاول في اتحاد الكره من موريتانيا. انفردنا قبل حتى الصفحه الرسميه للاتحاد الليبي لكره القدم. فهذه هي الثقه اللي هي من المسؤول الرياضي، وبالاضافه لان نحن عندنا مصادر اخرى قريبه جدا وعندنا فيها ثقه قريبه من طيب استاذ علي. القرار في الاتحادات الرياضيه وزاره الرياضه او الانديه الليبيه في ليبيا. استاذ علي البوسيفي، يعني رمضان كان مختلف على ريميسا، شفنا حكايات ريميسا وايضا في اكس مربع في النصف الثاني من رمضان. لو تحكي لنا تفاصيل اكثر على هذه الاشياء اللي قاعده تنشر على ريميسا، ممكن الناس حابين تشارك فيها. صحيح محمد، احنا رمضان السنه هذه يختلف على رمضان الموسم الماضي او اللي قبله على الاقل موسمين او ثلاثه. الموسم رمضان هذا بالاضافه لخطه رمضان في تغطيه الاحداث الرياضيه الرمضانيه اللي هي الموسميه اللي تقام في الاحياء الشعبيه على رقعه ليبيا بشكل عام، ونعرف ليبيا تتميز بهذه المسابقات. بالإضافة في اللي هو الموسم هذا في دوري ليبي يقام، مسابقة كأس اليد، بالإضافة لدوريات الأوروبية، بالإضافة لمسابقات أخرى تقام رسمية زي مشاركات فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد الأفريقية، أيضا مباراتهم الديربي اللي صار الأسبوع الأحد الماضي. هذا كله حدث كأنه ما فيش رمضان، معنا تغطيتنا لهذا الحدث. بالإضافة لتغطية شهر رمضان، احنا الحمد لله استطعنا نغطي. انا من امس وانا نحاول ان نعد مع الفريق معايا نعدوا كم دوري رمضاني غطيناه، ما استطعتش الرقم للامانه. 20 يوم ان شاء الله رمضان الكريم، ما قدرتش نعدوا كم دوري غطيناه، لكن في دوريات في للناشئين، دوريات ترابيه عريقه غطيناها مثل دوري كيزا، دوريات كبيره، دوري بلسترا والاستاك، دوريات عريقه للفريق للشباب والناشئين وحتى للناشئين. كذلك في دوريات غطينا دوريات القدامى الرياضيين وقدامى الرياضيين، دوري رسمي لقدامى الرياضيين سواء كان في الشرق او غرب ليبيا. وغطينا الكره الطائره، اصبحت في بطولات للالعاب الجماعيه رمضانيه. الموسم امس فقط اللي هو امس اختتم بطوله الكره الطائره نادي مسلم كره الطائره لناشئي كره الطائره. كذلك في دوري رمضاني بلدي رياضه طرابلس اقيمت لقدامى الرياضيين لكل الالعاب اليد الطائره السله في القاعه الكبرى. بالاضافه لي في المرج مهرجان رياضي مصراته تزخر بالدوريات. حاولت اني نعدد كثير من الدوريات، ما حاولت ما قدرتش طبعاً. اللي غطيناه غير في بوسليم فقط يا شباب. حاولت اني نعد مع مسؤول الرياضه الاستاذ انور الدعيكي في بوسليم كم دوري يقام في بوسليم، حول وصلنا لحوالي
اقتربنا من 30 دوري في منطقه بوسليم فقط 30 دوري ان شاء الله بين قبل رمضان قبل الافطار وبعد الافطار فالحمد لله ما زلنا واحنا ندعو كل الدوريات الرمضانيه اللي ما وصلوش فيها مراسليننا في مناطق معينه استطاعتهم يدعمونا باي صور او جميل استاذ علي استاذ علي شن جوك سامحني قصيت عليك بس شن جوك مع المطبخ انا عندي مطبخ تو شن جوك مع المطبخ والله مش عارف ايش طه أنا عندي المطبخ نستدنكم أكيد الحوار أكيد. يكملوها الشباب معك أستاذ علي بما أن حكينا على حكايات رميسة شو رأيك نشوف الفيديو التوضيحي عشان يتعرفوا عليه المشاهدين أكثر وبعدها نرجع وقصيد هدف هدف لعب الأسسان دخل الصف الثاني هنا ضربة جزاء الحكم يعني عن ضربة جزاء لعبة جميلة مع الفريق الأول ضروري الثاني سلم الكرة العرضية للعبري الرجالي عشاق الرياضة أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم مع حكايات رميسة الرياضية يوم أن تحدى الحشاني المخلوفي في إحدى رحلات المنتخب الكروية إلى الجزائر وأثناء ذهاب المنتخب لملعب التدريب وجد المنتخب الجزائري يتدرب تحت إشراف المدرب واللاعب الكبير رشيد المخلوفي وبعد أن بقي المنتخب في الانتظار لبعض الوقت وعندما أنهى الجزائريون المران أخذ رشيد المخلوفي الكرة وبدأ يستعرض في مهاراته الكبيرة في تنطيطها وأحس لاعبو المنتخب الليبي كأنه تحدي بالنسبة لهم وهنا طلبوا من اللاعب الفنان المرحوم عبد الجليل الحشاني أن يقوم هو الآخر باستعراض مهاراته وتصادف تواجد أحد الإداريين لمنتخب الجزائر ومعه برتقالة فطلبها الحشاني منه وأخذ يستعرض بها مهاراته وقدم فاصل ممتع من الإبداع الكروي جعل كل الأنظار تتجه إليه حتى المخلوفي ترك الكرة وأصبح مندهشا أمام ما يفعله الحشاني وتقدم نحو لاعبي المنتخب وصفحهم وسرد معهم بعض من ذكرياته في زياراته إلى ليبيا مع فريق شبهة التحرير الجزائرية وبهذه الحكاية تنتهي حكايات رميسة الرياضية إلى اللقاء وقصيد هدف هدف لعب الأسسان دخل الصف الثاني هنا ضربة جزاء الحكم يعني عن ضربة جزاء لعبة جميلة مع الفريق الأول ضروري الثاني سلم الكرة العرضية للعب الرجالي أستاذ عادي خليني نسألك ما مدى تغطية موقع رميسة للأنشطة الرياضية النسائية؟ خليني نحكي على أولا على حكايات رميسة الرياضية طيب. حكايات هي من أعداد أستاذ علي الأسود الشخصية الرياضية الهداف التاريخي الشخصية الإدارية عندها تاريخ كبير في الرياضة الليبية وتبدأ ترشيف كبير وكان الأسرة العريقة في الرياضة وفي الفن الليبي اتفقنا مع الأستاذ علي الأسود أن احنا نحاول نعرف حكايات عن الأستاذ بالتعاون مع الأستاذ إياد العشابي ونجحنا لنعمل هيك وجبة خفيفة صغيرة للمتلقي الكريم في سميناها حكايات رميسة الرياضية وشفنا واحدة من الحكايات هذه اللي هي تحدي الحشاني كان الحشاني عبد الجليل الحشاني يعرف وسط رياضي لاعب التاريخي من نجوم كرة القدم التاريخيين في ليبيا من الأهلي بنغازي وكان يتميز عبد الجليل الحشاني بالبلاج اللي يقولوا كرة القدم التحكم بالكرة وهذا القصة واحدة من الحكايات هي 30 حلقة بالإضافة لأكثر من برنامج عدنا قصة لاعب إكس مربع إكس مربع كذلك برنامج هجمة مرتدة عندنا برنامج خاص أيضا هجمة مرتدة ويعني سؤال حضرتك ألا إحنا في تعاون كبير جدا بين موقع رميسة ومع الدكتور عواطف رئيس الاتحاد الليبي للرياضة النسائية كذلك مع الأستاذة سعاد رئيس لجنة الرياضة النسائية باتحاد الليبي كرة القدم ك
كذلك الدكتورة حدم المدير الأكاديمية الأولمبية. في كل احنا غطينا كل اي منشط رياضي خاص برياضة نسائية غطى موقع ريمسا. وكان مشكور زميلنا المراسل عبد العاطي بلاد، كان في تواصل مستمر مع الدكتورة عواطف، وكل الأخبار اللي غطيناه كان بنشاط مراسلنا عبد العاطي ميلاد. جميل. والحمد لله تعرفوا ان في ليك شوي ضعيف. جميل. استاذ علي، هل ممكن تشوفوا ريميسا قناة تلفزيونية؟ والله تطلعات الإدارة صحيح كخطوات، هي في خطة للوصول لهذه النقطة، وان شاء الله في وقتها يكون خير. حلو. طيب أستاذ، خلال شهر رمضان شفنا تغطية موقع ريميسا لحدث مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس في مباراة الذهاب الإفريقية، كيف تجهيزاتكم واستعداداتكم لتغطية مباراة الإياب؟ هو حدث طبعاً تعرفنا أولاً المباراة ضمن مسابقات اللي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي وحقوق المباراة طبعاً يتملكها قناة البين سبورت، وإحنا كموقع ريميسا حاولنا إحنا نعمل في خطة بديلة كيف نعمل، اشتغلنا على جزئيات صغيرة مع المتلقي بحيث إن حتى اللي ما يتابعش في التلفزيون يكون حاضر معنا أول بأول. وتعرف أنت محمد على عمار على إن الصحافة الإلكترونية أنت تبدأ تتسابق في الزمن مع نفسك ومع الزمن، صح، بحيث إنك أنت تعطي المتلقي المعلومة في وقت حدودها، لو في حد هدف تنشر الصورة متاعك في وقت الهدف. احنا اشتغلنا على جزئيات صغيره مع خطه كبيره وضعناها مع مراسلينا بشكل عام، خاصه مراسلنا النشيط عمران الكديكي اللي في ملعب بنينه في شهداء بنينه. استقبلنا هذه التغطيه الاولى اللي في يوم الاحد الماضي، كانت التغطيه من وصول الفريقين عبر المطار شهداء مطار بنينه لعند ما صفر الحكم، وبعد ما صفر الحكم ومغادر فريق الاتحاد وبقى فريق نادي طرابلس في ملعب. كل شيء صار من كل شيء من كواليس من كل شيء صار في المباراه احنا نشرناه في موقع ريميسا باستثناء الفيديو داخل المباراه. الفيديو تملكها قناه اخرى، بس الصور وقت الهدف اذا كان في هدف، وقت الاحداث اذا كان في احداث كلها ننقلوا فيها، عرفت؟ ثم بعد المباراه يكون فيها اللقاءات. كان في خطه، الخطه بتاعنا مراسل في ميدان الشهداء، مراسلين في مقاهي، ثم ومراسل داخل الملعب. كل شيء غطيناه الحمد لله. ان شاء الله احنا نكون قدها وقدود، رضينا الجمهور الرياضي، واحنا طبعا في خط موازي مع الناديين العريقين الاثنين، سواء كان الاهلي او الاتحاد او الاتحاد والاهلي، واللي بيفوز بنقول له ألف مبروك ونتمنوا له التوفيق في الوصول للنهائي أو التتويج بالبطولة الكونفدرالية. أستاذ علي البوسيفي، رئيس تحرير موقع ريميسا، نشكرك على تواجدك معنا اليوم ونتمنوا لكم كل التوفيق. بس أنا نبي جزئية واحدة ما ننساهاش، إن ليه عندنا جزئية المقال الرأي نحن نملكه ونتشرفوا بمجموعة كتاب، معلش يا عمار أنا أكيد أكيد وقتك. مجموعة كتاب احنا سعداء جدا ونفتخر بهم يكونوا معنا ككتاب، هم كتاب راي للأساتذة اللي يساهموا معنا، الأستاذ عامر الجمعة، عبد الرحيم نجم، الأستاذ علي العزابي، الأستاذ عبد الفتاح زكري، خليفة بن صريتي، عياد العشيبي، عادل قنابة، عبد الرحيم نجم، هذم كلهم يكتبوا في مقال راي، والكل أسماء لها تاريخ من 40 لأكثر من 50 سنة، في تجاوز 50 سنة في مجال الصحافة الرياضية. اختاروا موقع ريميسا ان هم يقدموا عصاره خبرتهم في مجال الرياضه ويبدوا رايهم في النشاط الرياضي وخاصه المحلي. نشكرهم الاساتذه وكل مراسلينا ومصادرنا اللي هو نعتمد عليه المصادر، خاصه المصادر بتاعنا، ونشكر كل من وثق في موقع ريميسا واللي تابع في موقع ريميسا، ونشكركم ايضا عمار الاء محمد. شكرا لك استاذ علي، شكرا لك وكل التوفيق لكل الاسماء اللي سميتها وكل فريق ريميسا اللي بصراحه يقدموا في شغل الاء.
أكثر من رائع جديات، مش مجاملة، ولكن شغلهم أن يكونوا في مقدمة المواقع الرياضية وأيضا الصفحات الرياضية الليبية مهوش حاجة سهلة أو مهيش حاجة سهلة. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق. عمار تو عندنا لعبة، نمشي للعبة هانجر جيم. في اللعبة هذه حنلعبه حنرموا السهم أو أنت ومحمد حتتنافسوا، واللي حيخسر حيكون في عقاب، والعقاب هذا حيقرر. الأرض بتتكلم عربي مرة أخرى. لا لا حاجة تانية. الحكم هو اللي حيقرر بعدين اللي حيخسر فيكم لو أنت أو محمد. الحكم حيكون للجمهور، نعاقبوه أو منعاقبوش، لأن العقاب حيكون قاسي شوية المرة هذه. بعمار نحن لنا زمان ما قريناش تعليقات، شو رأيك نقرأ شوية تعليقات على تويتر؟ يلا نقرأ شوية تعليقات على السريع للناس اللي علقت مسكينة، ومن بكري كنا مع الأستاذ علي وما فضيناش نقروا تعليقات. هاشتاغ سهرية بالتالي مربوطة على تويتر وأيضا على الفيسبوك لايف الموجود على صفحة 218. تبدي ألا؟ زينب قالت شنو الأكلة اللي بتحضرها لنا يا محمد الليلة؟ بس بندير ثلاثة أو أربع أنواع. هندير واحدة بالبابروني الدجاج، واحدة بالطن، مع ان في ناس ما بتحبش البيتزا بالطن، بس احنا في ليبيا ناكلوا فيها البيتزا بالطن. وواحدة بنديرها بالفقاع، فبننوع لكم اليوم اللي كل واحد شن بيعجبه. جميل جميل جدا. جهاد الزياد قال احسن حاجة في مواقعكم هي المحايدة. مدريديسا قالت منور استاذ علي البوسيفي. مش عارف اسمها غريب بس قالت بالنسبة لي الزواج حرية شخصية وقرار شخصي، مليش عمر محدد ويعتمد على النضوج وعقلية الطرفين. عندنا رابح فيسبوك صح؟ حنربحوا فيسبوك. يلا جماعة الفيسبوك آخر تعليق حيطلع لا حيربح معنا رصيد مقدم من برنامج سهرية. نينا تقول يا رب على فيسبوك. أوكي ألف مبروك يا نينا، حنبعث لها تو الرصيد. أوكي نمشوا نجهزوا الهانجر جيم. محمد طبعا حتجيب حدانا لأنه حتلعب معنا اللعبة. باه نحط هذا بس أبدو أنتو الزوز، نحط هذا في الفرن بس، وعلى الأقل التانيات عادي يستنى. قلت لي شن عقاب اللي يخسر؟ العقاب بعدين حنوريه لكم. أنا مانيش معاقبة، أمس بعد الترند متاع الأرض بتتكلم عربي. أوكي خلص صح، يتعاقب مرة واحدة الإنسان. ما حتعاقب مرة ثانية. شدي هيك، أيوه يدك هنا. كيف يا إلا بتضربي روحك؟ أنت ليه على أننا حنخسر؟ لا لا. أوكي. طبعاً لازم تجيبوا 10، 9 أو 8. لو جبتوها برا 8 حتكونوا خسرتوا. عمار تمام. هو اصلا ان شاء الله نجيبها في الحمراء. عالي جدا. ايوه هنا يلا هيك وبعدها نطلق. لا شدي من هنا، من هنا هيك. استنى شدي هذه 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 هيك جبديها، تخافيش خلي هذه في النص، جبدي بقوة. يلا عندك ضربة ثانية. محمد شنو جو البيتزا؟ والله ما زال شوية، لأن شيء الطب خليه في الأخير، لازم تطيبه من فوق قبل الجبنة. لا خلوك في الأخير لك غير نطمنوا عليها أنه ماشي أمورها كويس. لا لا ماشي 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 أمورها. هلا آخر ضربة يا ربي. العقاب شديد يا لا لا إله إلا الله. والله أنا قاعدة ندير في مجهودي. نشوفوا من الخاسر قبل. هاي اجبدي اجبدي أكثر. أيوه خسرت. باهي لو هو ما جابش ولا واحدة في المربع حتكوني أنت متعادلة مع محمد. تمام نحاولوها هذه. أيوه أوكي حنبدأ نيه. محمد أيوه شوف بس ألا طبعا جابت واحدة بس ولكن جابتها خارج المربع، جابت واحدة فلازم تجيب رقم. وانت شن جبت؟ ها؟ وانت؟ الزوز اللي حيخسر حنقول لكم شن حيصير فيهم. أنا أول ضربة. شو معناها أبيض؟ معناها خاسر، لازم
10 9 8 لازم تجيب 10 9 8 واحدة منهم يعني. لا قديش جبتي؟ ولا حاجة حمرا زينيني توا هيك لا انا جبت 6 انا جبت 6 على الاقل رقم بس لا لا في الاحمر لا ما جبت ايوه برا برا المربع انا راح برافو 9 الله شكلي انا حنتعاقد حولهم هذا ما زتي واحدة اوكي ثلاثة وحدات وليت محترف فيها الحق ان شاء الله هانجر جيمز الجاي عزموك والله من افلامي المفضله الحق خصصنا لك فقره عليه هانجر جيم على الفيلم كويس 7 7 تفضل محمد كويس اعطيني يدي شويه زيت يعني. مبدئيا انا مش حنتعاقب اليوم تفضل بالواحد هاي تبي مساعدة لا لا المهم هذا يعني هو بروحه يرتخى صح؟ ايه طبعا هذه 8 9 8 10 نستنى في عقاب نقول لك العقاب شنو هو يلا اللي بتجيب في النص بالضبط يعني بتجيب 10 جبتها هني مرة نجيبها مرة ثانية ما زبطت ريت اوه قريب منها 9 برافو انت وين تصفيقة وين؟ اعطوني العقاب عشان ما تخافش عمار في الهانجر جيمز تو نحمي ظهرك يعني هذا العقاب لا انا لازم نبعث لاستاذه مايا الاول تعطيني الاوكي لا لا مايا مسامحاتك في هذه 10 اوه برافو محمد هذا هو العقاب اليوم مش الوقت اعطونا مخرج العقاب قبقاب هذا حتكملي به ال امس تغني واليوم بقبقاب هو مش عارف مش معروف وجهها من رجليه حتى فصالته غريبه طيب خلي حدايا حنلبسه بعدين شوي او خلي الناس تصوت تبوا لا تلبس القبقاب ولا لا تستاهل لا تلبس القبقاب ولا لا ولا حرام هناخذ فاصل بعد الفاصل لو صوتوا بايه حتلبسيه وحتمشي به للمطبخ اوكي يلا رجعنا لكم مرة جديدة وآخر حاجة توصلنا لها أن لو قالوا التعليقات تلبسة حنلبسة لو قالوا لا مش حنلبسة أوكي عقاب ألاء هو القبقاب هذا ترندي ترندي على الآخر أنه حتى ملش ملامح ولا له أي شيء بتزبطوش وين 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 الأمام وين الخلف خاطري نفهم من هو اللي تصمم مش مقاسي أوكي فصوته على الفيسبوك لايف شوفوا حنخش هنا توا بعد ونكمل كلامي قاعدين يعرفوا على تويتر اخر 10 اخر 5 تعليقات على فيسبوك لايف واخر 5 تعليقات على تويتر حنحسبوهم وحنتحدد الموضوع الاء حتلبسه وتكمل به الحلقه ولا ما تلبسهاش عيب جدا اوكي نمشي لين الفيسبوك تمام اوكي هبه تقول لا نونا قالت تلبسه نهاد قالت البسيه وجدان قالت البسيه واطلعي به للشارع اخرى شكرا وجدان سادية نونا قالت تلبسه سجو قالت لا مش ماليش علاقه بالموضوع عائشه قالت لا تسنيم تلبسه مروه تلبسه اوكي فيسبوك تلبسه نمشي نشوفوا تويتر طيب يلا هاشتاج سهل حيفي اللي صوره لك ولا انت صورتي انا صورته ونزلته حدي له ريتويت على تويتر اوكي في شهاد يقول لا وجدان قالت لا ولا قالت خلوها تلبسه طارق قال لا سندوسة قالت لا حرام تلبسه اوكي تويتر قال لا وفيسبوك قال ايه القرار لمحمد محمد تلبس القبقاب ولا ما تلبسهاش لا شن تبي لا لا خلص تلبساش ها اسمعش فيك تلبساش اوكي صار لك اعفاء المره هذه
خلاص. خلونا نشوفوا محمد شنو دار في البيتزا. محمد شنو دار؟ لا ما تشوفوش هذو، انا وتيت الاولاد هذو شنو اللي قاعد من الجبنه درته. لا ما تشوفوش فيهم، مش باينات في الكاميرا. اوكي نحسبهم باينات، هذو ما تشوفوهمش مازال. انا ضايقتها من قبل بيتزا محمد. لذيذه. لذيذه بصراحه، لذيذه. وش السر محمد اللي فيهم؟ نفس، نفس الانسان. بدي قلنا السر في الصلصه. هي بيتزا يعني اسهل شيء البيتزا، طبعا عجينتها الناس يعرفوها، بس طبعا انا جبت عجينه واتيه، ما ادري طيبت شنو العجينه، لكن يعرفوها الناس العجينه. قاعدين نشوفها على الكاميرا. لا قوه الا بالله. لا قوه الا بالله. واحلى حاجه انه هو داير تنوع، الناس اللي ما ياكلوش في تن داير لهم خيار اخر، الناس اللي كذا الزيتون. طبعا انا نحط، فحط لنا خيارات صراحه. انا نحط في الفلفل، وفي الفلفل نحط فيه في الكوشه كلهم، يعني في ناس يديروا فيه بعدين، ما نحبش بنه الفلفل يبدا مش طايب، نحب يكون معاها في الكوشه حتى هو صح. طايب الفلفل انا هيك. في ناس يحبوه اخضر مثلا. تعرفوا اكل احلى بيتزا كليتها زمان في ليبيا وين؟ مش نسموا اسماء، بس هذا المطعم بنسميه لانه سكر هو، ما عاد موجود، وسام ذهبي. كانت حاجه صح، كان جنب حوشنا فكيدة في هالبنات. انا بديت نلخبط حتى باللهجه الليبيه والتونسيه دار قلت. عسلامه الناس الكل. خلينا نشوفوا خمسه في خمسه، فقره خمسه معلومات رمضانيه مع زميلنا احمد شبتون. خمسه على السريع ونرجع نكمل باقي الحلقه. خمس أشياء في رمضان. اليوم حنحكوا عن خمس حقائق مهمة في شهر رمضان ولازم تعرفوها. أول شيء، الصيام ينظف الجسم من الدهون والسموم المتراكمة من فترة طويلة. ثاني شيء، يسرع الصيام حرق السعرات الحرارية، ولابد من الرياضة والاهتمام بالنفس في شهر رمضان. ثالث شيء، بمجرد مرور 3 أيام على الصيام يبدأ الجسم يتعود على الصيام وما عادش تحسوا في الدوران والجفاف. رابع شيء، في عدة دراسات أكدت أن الصيام يحمي من السرطان ويحمي أخرى من سرطان الثدي للنساء، عافانا وعافاكم الله. خامس شيء وآخر شيء لليوم، كما أكدت أن بعض الدراسات أخرى أن الصيام يحمي من الزهايمر ويحمي أخرى الدماغ من عدة أمراض أخرى. وبهيك تكون انتهت فقرتنا لليوم، إلى اللقاء. زي ما شفنا هذه الفقرة اللي دارها زميلنا أحمد شبتون ربي يعطيه الصحة، خلينا نوجه سؤال ثاني للمشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا. شنو يفضلوا يجي البيبي الأول هم، يعني بعد ما تزوجوا كذا، بنت أو ولد؟ وشن حيكون اسمه؟ نبدأ بك عمار. حلوة البام. الزوز ما نعدلش الحق اللي يجيبه ربي يعني باهي. حنفرح بالزوز الحق. لو ولد حيكون له طابع خاص حنربيه، يعني حنبدا نتفرج عليه هو يكبر هيك، هل في حاجات تشبهني حاجات ما تشبهليش. لو بنت نفس الشيء حيكون شعور حلو. شن ممكن تكون اساميهم؟ ما نعرفش، ما صعب جدا السؤال. صعب السؤال. صح. ممكن حتختاري اسم لابنك حيكمل معاه طول العمر، فما نعرفش. طبعا حس حتى هو مسؤوليه. طبعا مسؤوليه، يا ريت لو نقدروا نحطوا لهم اسم مؤقت بعدين هم يعني يختاروا اسمهم بروحهم. بالضبط، هو راهو في دول العالم راهو موجود الحاجه هذه، يقدر الشخص لما يكبر يغير اسمه. بس هو خلص يعني الاسم او الصفه او حتى الدلع اللي تحطه خلص يقعد لاصق فيه للابد يعني. طيب انت ولد ولا بنت؟ انا بدي توامة. لا توامة هلبة الحق. توما هلبة وحوستهم واجد، بس هي كل شيء من ربي يعني. طيب فأنا ما عنديش يعني، حتى أنا مش قادرة نقرر يعني، حنفرح بهم الاثنين. حنفرح بهم الاثنين. محمد. أيوة. ولد ولا بنت؟ يعني حدد سؤالك بالضبط، يعني أنا شنو نفضل؟ تفضل. أي شنو نفضل؟ صعب، لكن نحب البنات أكثر. بنت. يعني أعتقد إنها بنت يعني. شن ممكن تكون أسميهم محمد؟ والله خاطري نسمي اسم كون. كورو. كون. كون. يونيفرس. حلو كون. إيه. تكون اسمها البنت هي، تكون اسمها كون. حلو. 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 جميل. حتى السؤال هذا موجه للمشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا على فيسبوك وعلى تويتر. تويتر مانيش قارية لأنهم كلهم قالوا نلبس القبقاب، خلينا نمشي للتويتر. لا تويتر هو اللي قال ما تلبسيش، فيسبوك كلهم قالوا. صح مانيش قارية فيسبوك معناها يلا تويتر. أنا حنقرا بالفيسبوك. يلا. طيب تبدي من تويتر، نبدأ بالفيسبوك. أوكي. أوكي.
قاعدين يطلعوا لي التعليقات بتاع الناس اللي قالوا انك انت تلبسي رنين. خلاص قولها سكرنا الموضوع وحفى عني محمد. اوكي سند قال بنت واسمها وفران. بنتك يا عجلات تقول بنت وتمنيت نسميها رنوة بس للأسف ما تزوجت والحمد لله وسميت بنت أختي هي زي بنتك أكيد. سيراج يقول يا رب العالمين. ألاء تقول بنت وحلوة وحلو اسم كون يا محمد. أم هومي تقول خليكم على الفيسبوك. أم رنيم تقول بنت ونسميها ميليسا. أم جنتي تقول بنت. بشرة تقول عن نفسي أنا مفضل البنات لأني راس بنية لو جتني بنت حنسميها أرين حلو اسم أرين. حلو. على تويتر أسيل قالتني بنجيب توأم عشان نفتكها من الوجيس. أيوة هذا. طيب سندس أنا بقول لكم إن الدفعة الأولى واتي اللي هي بتاع الفقاع والبابروني بابروني دجاج طبعا واتية قاعدة سخونة وفي الثانيات طبعا اللي حنعطوا لجميع الزملاء اليوم قدر الامكان فتبوا تاكلوا انتم هي سخونه ولا تبوا لي فقره الواحد علينا نسخنها ثاني يعني هي خلاص سخونه لا عادي حنكون حتى دافيه انا ما بحبش يعني خليها سخونه هلبة شويه متاعك بفقره هيك عادي كملي. سندس قالت اللي جي من ربي يا محلى لكن بني افضل وبعثت لنا بنت اخوها حور ان شاء الله تتربى في عزكم. معنا رابح نجرس. اوكي زينب قالت حلو الاسم يا محمد مدريديسا حلو يا محمد الاسم. وجدان قالت مفضل لكن خلوني اول شخص نسمي كون قلت له ما تخنبوشي مني الاسم. وجدان قالت نفضل بنت لانها لما تكبر تعاوني في خدمه الحوش هذا اللي نفكر فيه انا والباقي اللي جيبه ربي الحمد لله. وفاء قالت إن شاء الله ربي يعطيني نبي يجيني ولد ونفرح راجلي هو يبي اسم يوسف وعجبني الاسم إن شاء الله ربي ينولكم ما تتمنوا. أملي بالله قالت إيه توأم حلوين هلبة هما صح متعبين لكم حلوين برضو مدريديستا قالت توأم. بعدين زينب قالت لك توأم يطلعوا لك عيونك يا عمار. هو صح حيكونوا متعبين بس ما نعرفش اللي يجيب ربي كويس أنا مش مع تحديد النسل بتاع الجنين او هم توأم او واحد او ثلاثه او ضد مش ضد يعني لا كل واحد حر لكن انا ما نديرهاش يعني نفضل ان هم اللي يجيبوا ربي كويس. طيب نمشي نشوفوا احمد شبتون دار لنا دار زياره لاحد المطاعم ودار متابعه جدا جميله خلونا نتابعوها مع بعض بعدها حنرجعوا ناكلوا البيتزا ونلعبوا العاب مع بعض. يا أنا اليوم عند المطعم اليمني في دنهاخ في هولندا صراحة أنا متحمس باش نجرب التجربة هذه وفرصة باش نعرف الأكل اليمني ونتعرفوا على أشهر أطباقهم في رمضان ولكن مننسوش الحلو أخرى يلا. نحن تو خشينا المطعم اليمني وقاعدين مع صاحب المطعم اليوم حنتعرفوا معاه شن بيأكلنا بعدين على الفطور. أهلا وسهلا نورتوا تشرفنا فيك في شهر رمضان مبارك. احنا دائما نقدم في رمضان على السفرة طبعا أول شيء التمر. شربة الدجاج السمبوسة إيه. بعدها اشرح لي على الشوربة شربة الدجاج شوفان مع قطع صدور من الدجاج هذه شيء هذه اشهر يعني شيء إيه. بالضبط بس عندكم شربات اخرى ولا في عندنا اللي هو شربة العدس وشربة المرق هذه الحاجات الغير رئيسية بس شنو الرئيسي يعني الوجبة الرئيسية في الوجبة الرئيسية هي المندي المندي اليوم مع اللحم الرز مع اللحم بالضبط وشو مكوناته يعني الخروف مثلا هو خروف ولا بقر لا خروف اوكي اي نعم كم ساعة ينطبخ كيف ينطبخ المندي لها طريقة خاصة ومتعبة شوي طبعا هو يتبهر بالزعفران لها بهارات خاصة وينحط في الفرن على الفحم يقعد من ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات. أي نعم.
والرز ينطبخ لوحده ولا؟ لا، الرز يكون من تحت اللحم في شبك، واللحم من فوق. ما شاء الله. طبعا هي شغله شوي متعبه وتاخذ وقت. واكثر شيء مشهور طبعا في اليمن، واكثر شيء يعرفوه الجاليات الاخرى. اوكي، بس عندكم اخرى الدجاج، ما دجاج عندنا الحنين. وسمعت تقريبا حاجه المدفون، شو يفرق المدفون مثلا؟ طريقه الطبخ والبهارات. اوكي، بس نفس المكونات ونفس بس هو يختلف من الشكل. اوكي، المندي يكون شكلها لون الزعفران الاحمر كذا، يكون شوي ناشف. الحنيذ يكون لونه نفس المسلوق. المدفون يكون عليه بهارات خاصة، يكون لونه رايح إلى الأصفر كذا. صراحة هذه الشربة اليمنية أول مرة نذوق، بس خلينا نجرب. لذيذة صراحة، بصور لازم تذوق، لازم تذوق صراحة، يعني أول مرة نذوقها بس شربة. ما نسوش المندي يخرم، شرب المندي لسلاطة، ولكن شكل المندي مخيف وجميل، فصايمين طول اليوم، خلونا ناكله وبعدين نكمل فقرتنا. الحمد لله كلينا وشربنا، ولكن مازلنا مستمرين في جولتنا في المطعم اليمني. الله، اكيد تشرح لنا عليها بالاول شنو هي خلينا نوروا الكاميرا شنو شايف فيها حاجات واجد. شنو اسمها هي بالاول؟ اسمها العريكه. ربيع، هلا هي من شن اكثر شيء مشهور عندكم، المعروف ولا المعصوب؟ العريكه والمعصوب. بس من اكثرهم يعني، من اكثرهم؟ العريكه. بقى في مثلا الجنوب مشهورين في شيء اكثر؟ الجنوب اوكي، مشهورين بال زي ما تقول فتة، يسموها عندنا بالجنوب فتة بالموز. فتة بالموز إيه. بس هي محصوب في الأساس إيه، نفس المحصوب بس هي ما تتكون من الأشياء هذه. أوكي، الفتة بالموز هذه يحطوا نفس المحصوب، بس يحطوا لها دقيق وعسل وسم وموز، يعني قريبة من المحصوب. قريبة من المحصوب. أوكي، بس طبعاً يختلف فيه. بدون قشطة. أوكي، بدون هذه في الجنوب. أيوة في الجنوب. بس بس هي الطلب الاكثر صار على العريكه. العريكه خلينا نجربها ونشوف ان شاء الله. مشهوره بالسعوديه ان شاء الله. اكيد اكيد احبابنا السعوديين اكيد. يعني. خلينا نجربها ونشوف ان شاء الله. شكرا شكرا لك ربيع. شكرا ربيع. شكرا شكرا. خلونا نجربوها يلا. صراحه الشكل يستحق التجربه. شوفوا لي. اوه بسم الله. كوكتيل جد، لأن كيف ما هو قال، موز، تمر، قشطة، في أخرى جبنة، مكسرات. الكوكتيل. نعم الكوكتيل. شو مكونات هذا خاص باليمن ولا؟ والله هو مشهور في اليمن والخليج. والخليج شنو هو الكوكتيل؟ هو عصير مانجا مع موز مع خضار، يعني كوكتيل. مع فواكه. فواكه. كل كوكتيل يعني في كل شيء. حليب تقريبا؟ لا حليب ما في. في فنتو. فنتو. أوكي. وبعدين قدمتوا لنا حاجة أخرى كانت ال كانت شو اسمها؟ العريكة. عريكة. بالضبط. تو حكى لنا عليها ربيع. ربيع. شو اسمه ربيع؟ حكى لنا عليها فرق بين العريكة وفرق بين المعصوب. بالضبط. شو هي أكثر شيء مشهورة عندكم يعني، أو أكثر شيء تنطلب هون؟ العريكة. العريكة. نعم، اللي هي بالتمر. وشو هي بس فرق بينهم يعني هون؟ تمر. اللهم إن هي نفس المكونات اللي هو القشطة، العسل، المكسرات، حبة البركة. اللهم إن هذا بالتمر وهذا بالموز.
بس انا الصراحه شخصيا اسمع اكثر شيء المعصوب. لا بالعكس. هل المعصوب هو في السعوديه اكثر ولا اللي شيء يختلف يعني؟ لا هو نفس الشيء. هو نفس الشيء. يعني المعصوب حتى اللي في السعوديه نفس الشيء. صراحة كانت العريكة، أنا جربت الاثنين عندكم، جربت المعصوب والعريكة، صراحة هم الاثنين يعني في الاختلاف في الطعم. شاي الكرك أو شاي العدني يقولوا له، هو زي اللي عندنا الصراحة يعني شاي وحليب، نقولوا له نحن شاي وحليب، بس هنا في شاي وحليب ومكونات خاصة لا يعني بهارات أو حاجة زي هيك. بالصراحة يعني لما سألته ينطبخ طبخ، بس خلينا نجربه. أوه شيء من الأخير الصراحة. لازم تجربوا الشاي الكرك من الأخير، ولكن خلينا نمشي لآخر شيء اللي هو شاي الكرك. الكرك توك قبل شوي كنت نحكي للكاميرا والمشاهدين أن قريب من الشاي والحليب اللي عندنا، بضبط. يعني نعمل شاي وحليب بس هنا في مكونات زيادة صح؟ هو الشاي الكرك أو بمسمى العدني. العدني في الخليج يسموه الكرك. أوكي. فهو شاي ثقيل، البودر حقه يكون كمية كبيرة دبل الشاي. الشاي البودر. البودر. فينطبخ زيادة يغلي على الماء. كم ساعة يعني؟ لا تقريبا 4 دقائق 5 دقائق. 4 دقائق. أوكي. بعدها تضيف عليه الحليب وتحط له الهيل أو تحط له زعفران. يعني الحليب حتى هو ينغلي آخر. بالضبط. وتحط له هيل أو زعفران أو حسب النكهة اللي تريد تقدمها للزبون. لأن الصراحة يعني نحن في ليبيا عندنا بس الشاي والحليب، مش أيوة. الشاي الكرك أو العدم. بس صراحة أنا يعني أدمنت عليه، دائما لما نجي عندهم لازم نشرب. نفس الشيء أنا لازم الصباح الصراحة. لا لازم يعني الصراحة. ربي يوفقكم وإن شاء الله تستمروا بالأفضل. الأفضل بإذن الله يا رب. ونشوفكم من أفضل المطاعم في يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ونورتونا واهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لك. والمطعم اليمني يرحب جميع العرب وجميع الجاليات العربيه في اوروبا كلها. اكيد. ورمضانكم مبارك. اكيد. زي ما شفنا هذه المتابعة اللي دارها زميلنا شبتون، وفعلا المطبخ اليمني مطبخ غني ومتنوع عمار. فعلا وانا من عشاق المطعم اليمني. تذكر لو كنا لما كنا في الاردن كان في مجموعه كبيره من المطاعم اليمنيه واكلهم لذيذ، المندي والكبسه وغيرهم من الاصناف تقريبا. طيب تونا ننتقل للعبه صح ام خطا. اوكي. معينه المره هذه صح. انا مجهز. محمد مجهزها. يلا هي افتحوا للمعلومه الاولى وخلوا الجمهور يشارك في هذه المعلومات وايضا في الاستوديو. أكبر هرم في العالم ليس في مصر، وأكثر عدد إهرامات موجودة في السودان، صح أم غلط؟ يلا الناس على تويتر وعلى فيسبوك قولوا لنا صح أم خطأ المعلومة هذه. أكبر هرم في العالم ليس في مصر، وأكثر عدد إهرامات موجود في السودان. هنقول صح. نفس الشيء حتى أنا نقول صح. عشان عندي معلومة أن في السودان فيها عدد إهرامات أكثر من مصر. يس. من قبل. صح. على حتى أنا نقول صح. بقى الجمهور شو نجاوب؟ يلا نشوفوا الجمهور. عقيلة بقرين قالت نحس غلط. منال قالت صح. طارق قال صح. إحسان قالت خطأ. جهاد قال صح. حلا صح يا محمد. فانس يعني عمار منصوري صح. وجدان صح. زينب خطأ. طيب طبعا الإجابة صح. أوكي. باي أكبر. أوكي. أكبر هرم موجود في المكسيك تقريبا اسمه خلالة. هذا كهرم موجود. واكبر عدد اهرامات ما همش كبار هل بس صح موجود في السودان يفوق ال 255 هرم الى حد الان. نمشوا الى معلومه جديده صح او غلط. يلا يلا. بلوتو هو بلوتو اصغر هو كوكب اصغر كوكب في المجموعه الشمسيه. طبعا هذا يقروا فيه حتى في المدارس الليبيه. غلط الاجابه. مش قول غلط. أنا نقول غلط برضو. عطارد هو ولا هم كل مرة يكتشفوا في كوكب صغير. بح هعدين حنسألكم على السبب يعني خلوا الجمهور بس يجابوا شوية. كنترول شن تقول؟ منسمعش فيك. أوكي مش قادر نسمع كنترول. حلا قالت صح شكلها غلط. أوكي بح شنو السبب في رأيكم ليش؟ هو غلط صح؟ الإجابة غلط. أوكي
في بداية القرن 19 اكتشفوا كوكب بلوتو وهو أبعد الكواكب وصنف هذاك الوقت أنه هو أصغر كوكب. في سنة 2006 بعد ما وصلت القياسات الحقيقية لبلوتو لا يرتقي إلى الكوكب، حجمه صغير لدرجة أنه مش كوكب. فاليوم يصنف بلوتو كجرم، جرم فضائي ولا يصنف بالكواكب. وهناك كوكب عاشر بعد بلوتو هو اللي يصبح الكوكب التاسع. بلوتو مش الكوكب التاسع. أوكي. بدل ما يكون هذاك العاشر حيولي. ففي المدارس الليبية أعتقد ما زال موجود أن بلوتو هو في 2009 صار التحديث أصبح جرم ما أصبحش كوكب. أوكي، معلومة مهمة. يلا نمشوا لمعلومة جديدة. نمشوا لمعلومة جديدة، وصح أم خطأ؟ يقوم جهاز الصدمات بتصحيح نبضات القلب لكنه لا يستطيع إنعاش القلب إذا توقف. عمار قاري طب بعد أنت. يقوم جهاز الصدمات بتصحيح نبضات القلب لكنه بصراحة لا يستطيع إنعاش القلب. مش متأكدة، نشوفوا تويتر. أعتقد خطأ، لأنه هو ينعش القلب. عرفت الكهرباء اللي يسمو به، هل لو القلب واقف يقدر يرجع القلب ولا لا؟ يلا ألا شنو تقولي؟ بصراحة مش قادرة نعطي إجابة، بس نحس في خطأ. نشوفوا تويتر وفيسبوك. وجدان قالت خطأ. زينب قالت معلومات مفيدة، شكرا محمد. العفو، صحيح. إحسان قالت معلومة جدا جميلة محمد. ماسا قالت هو أبعد. مازالت تحكي على الكواكب. أوكي. إحسان قالت خطأ بالحظ. حلا قالت خطأ. عقيلة قالت صح. عائشة علي قالت صح. إحسان قالت خطأ. و فيتروغل خطأ. حلو، كويس، صح. طبعاً الصدمة الكهربائية تساهم في تعديل دقات القلب، لكنها لا يمكنها أن هي ترجع القلب المتوقف إلى الحياة. تعرف كيف ممكن يترجع القلب؟ ممكن الضغط على القلب كضغط هيك ممكن ترجع القلب أنه هو كان ما ينبضش يرجع ينبض. أما الصدمة الكهربائية هي تعدل بس في نبضات القلب ولا تستطيع إرجاع القلب للنبض. فاللي جابه أن صح فهو صح. إذن الإجابة صح. ألف مبروك للناس اللي جاوبوا صح. نمشي للسؤال اللي بعد محمد، أو المعلومة اللي بعد. يلا هي نمشي للي بعد. يلا، صح أم خطأ؟ البطريق لا يمتلك ركبتين. نعرف إن البطريق خطأ. يمشي هيك. ألا كانت لو لبست القبقاب اليوم كانت لو لبست القبقاب حي كنت قاعد بطريق حفيا. صراحة من أجمل الكائنات نشوف فيه البطريق. لطيف لطيف هلبا. هو طبعا طريقة مشي تعرفوه كيف يمشي البطريق ولا يمشي يقول لك يهز يمين يسار. عنده ركاب ولا ما عندهاش؟ وفي ناس يمشوا زي البطريق. شوفوا إجابة الناس. أنا نقول خطأ، عنده ركبتين. طيب حنشوف الناس على تويتر وعلى فيسبوك أيضا. نشوف هني على فيسبوك على تويتر على السريع. يلا بخصوص البطريق جاوبوا لنا. حلا تقول صح لا يملك، أريج صح، ويصال قلت صح، منال قلت ايه، ولا قلت صح، وهذا يفسر مشيتا، اسيل قلت صح. محمد شنو هي الاجابه الصحيحه؟ الاجابه خطا طبعا. خطأ. كل العلماء كانوا يعتقدوا ان البطريق على حسب المشي بتاعه ما عندهش ركبتين، فداروا اشعه يعني للجسم طلع ان عنده ركبتين بس ما يستخدمش فيهم. يضحك البطريق. مازال قديش عندنا معلومة؟ آخر معلومة. يلا آخر معلومة. يلا المعلومة الأخيرة اللي حناخدوها اليوم، تصنف الكائنات الحية إلى 3 أو 5 ممالك. تقريبا 6 صح؟ طيب ليش 3 أو 5؟ يا نقول لك ليش. في مثلا بعض الكتب يذكروا بس مثلا احنا نقولوا في الحيوان والنبات والبكتيريا، هذه هي الممالك وتندرج تحتها اللي باقي كائنات دقيقه قصدي. في اللي اكثر يعني يخشوا في الفطريات وكذا وكذا على حسب. فالى اليوم يعني هل وصلت الممالك بتاع الحيوان عفوا الكائنات من 3 إلى 5؟ يعني في اكثر ولا ما فيش اكثر؟ هذا المقصود من 3 إلى 5، اللي انا قلت في كتب تصنف 3 بس، في كتب تصنف في 4، في كتب تصنف في 5. انا نقول خطا. خطا. خلينا نقول خطا. اكثر. وإجابتكم أكيد صح، أكثر. وصلت اليوم الممالك إلى 8 ممالك. 8 بالضبط. وطبعاً نعرفوا بأن نفس القصة، المناهج ما زالت ما تفوتش في 5، لازم يصير تحديث، لأن يعني قاعدين يكتشفوا في كائنات حية جديدة من ممالك مختلفة. مملكة معناها تعرف شو معناها؟ معناها نمو مختلف، خلايا مختلفة، يعني زي ما نقولوا الحيوان والنبات شيء مختلف تماماً، يعني فهمتني كيف؟
الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. هذه كانت طبعا صح وخطا اليوم، اتمنى كانت مفيده لكم واخذتوا منها معلومه او كسبنا منها معلومه كلنا. اكيد عمار، ونذكر المشاهدين ايضا ان مر اكثر من 25 يوم او 26 يوم على اختفاء زميلنا مراسل 218 في مدينه سرت علي الريفاوي، الى لحد اللحظه ما نعرفوش عنه اي معلومات، ما نعرفوش اي عند اي جهه مختطف او مختفي لاي سبب. فبجد نتمنى ان نسمع عليه كل اخبار طيبه، وربي يفك اسره ويرجع لعائلته ان شاء الله في اقرب وقت. مزبوط. الا حناخذوا فاصل قصير، بعد الفاصل حندوقوا اكله محمد وحنقيموها شو شبعين. اهلا بكم مره جديده، وتو تنضم لنا ضيفتنا وزميلتنا مروه في فقره حكاياتنا. صحة طورك وصحة سحورك يا تو. صحة سحورك انستينا ومنوره استوديو سهريه. شكرا عمار، بارك الله فيكم. شكرا، مرحبتين بك. احكي لنا شويه في البدايه على الفقره قبل ما نخش في موضوعنا. فقرتنا اليوم اللي هي حكايات، نبغى نتكلموا في فقره حكايات عن المسحراتي. كلنا نعرفوا المسحراتي بانه هو الشخص اللي ينادي في الناس ان هم جا وقت السحور. والمسحراتي عاده قديمه شبه بدات تختفى مع الوقت، وممكن المده الاخيره مدينه قديمه وطرابلس بدات ترجع شويه شويه. قصه المسحراتي لو نبغى ناخذوها من الاول بالكل، في وقت الاسلام التاريخ الاسلامي، اول من عمل بعمل مسحراتي او مهمه المسحراتي هو بلال بن رباح. فكان بلال بن رباح يطق على البندير او الدربوكه ويقول في ابتهالات تنبه الناس ان جاء وقت السحور. وحتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان بلالا ينادي بالليل فكلوا واشربوا حتى اذا نادى بن ام مكتوم. لان بن ام مكتوم كان يؤذن لصلاه الفجر. يعني يرفع في اذان الفجر، وهو الحد الفاصل بين وظيفة اللي أدي فيها أو المهمة اللي أدي فيها بلال وبن مكتوم، أنه بين الأكل والإمساك. المسحراتي نحن لما نقوله مسحراتي، وكلنا أعتقد كلنا نستعمله في الاسم هذا، الاسم هذا صفة المسحراتي. أنا لما حبيت نشوف الموضوع ونبحث عنه أكثر ونفهم عنه، لقيت أن أساساً نحن ما نقولوش مسحراتي في ليبيا. وتفاجأت، كنت نظن يعني الوقت طويل، فترة زمنية طويلة كنت نظن إن هو المسحراتي، اسم المسحراتي في المغرب العربي، ليبيا، جزائر، تونس، بس لقيت إن هو في كل منطقة في ليبيا عنده اسم. بشكل عام يقولوا له الطقطق، هو الاسم الشائع الطقطق. وين؟ نسبة إلى أنه هو يطق في مناطق متفرقة. أغلب المناطق. أغلب المناطق تقطع. نسبة إنه هو يطقطق على البندير بتاعه أو على في طرابلس يقولوا له الطبيل عشان يطبل. يطبل. في زوارة يقولوا له الدبداب. دبداب. وفي شرق ليبيا يقولوا له المسحراتي. ممكن لقربها من مصر. مسحراتي ممكن نحن عرفناه بالمسحراتي، وعرفناه حتى بالانشودة وبالاهازيج بتاعت اصحى يا نايم وحد الدايم، والمسلسلات والبرامج. انا عن نفسي كنت نظن ان الانشودة او الهزوجة بتاع المسحراتي هي اصحى يا نايم وحد الدايم. صح. ما كنتش نعرف ان نحن في ليبيا عندنا وحدات اخرى، او ما كنتش على الاقل نعرفهن شنهن. طب. اللي هن شهر الخير يا شهر الخير، قوموا الصحروا يا مسلمين، ومجموعة أناشيد هكي وأهازيج باللهجة الليبية حلوة جدا. فربما في الفترة اللي كان فيه المسحراتي متواجد بقوة سواء في ليبيا أو في المغرب العربي، ونحن عرفناه بالمسحراتية لأن بنقول لكم وقتها التلفزيون المصري كان فارض حضوره في بيوتنا. ممكن انا من الجيل اللي لحقت على الراديو وقت امهاتنا يطيبن في الفطور في الكوجينه يحطن في الراديو، لحقت على التلفزيون المصري القنوات المصريه اللي تحط في الانشوده بتاعت المسحراتي اصحى يا نايم وحد الدايم.
بس بالفعل في ليبيا كانت عندنا أناشيد واحدة أخرى وأهازيج واحدة أخرى. بالليبي صح؟ نعم. المسرح الحركية في ليبيا لو سألتوني على الفترة الزمنية اللي كان موجود، كان فارض نفسه وموجود بانتظام في كل شهر رمضان 30 ليلة وبانتظام مع كل عام، اللي هي فترة من الأربعينات للستينات. وهي أساساً في أوائل الأربعينات ظهر المسرح الحركية، وبالأخص على وجه التحديد بشكل كبير في ليبيا تحكي، في أوائل الأربعينات. في المدينة القديمة، في المدينة القديمة في طرابلس في ليبيا. عمار مسحراتي من أوائل الأربعينات لأواسط وأواخر ستينيات القرن الماضي كان موجود بقوة وفارض حضوره، وكان بالفعل حقق في الفترة هذيك أنه هو يقدر يلمس شعور الناس ويعطيهم إحساس رمضان والرونق الحلو والطابع الخاص برمضان. وكانت فيه شيء غريب بنصح القول، كانوا محتكرينها عائلة واحدة يقولوا لهم عائلة البهلول. البهلول. وكان فيه عرف أو تقليد سائد وقتها فترتها أن المسحراتي المهمة هذه أو الوظيفة هذه إن صح القول كانت متوارثة عندهم، يعني ما ياخذهاش حد من برا، هم نفسهم العائلة هذه بس. بالضبط، من شخص لشخص، كل شخص يسلم فيها للشخص اللي بعده في نفس العائلة. شوف نحكي لك فترة زمنية ألا طويلة، يعني من الأربعينات للستينات نفس العائلة. فآخر شخص خدم في الوظيفة هذه أو المهمة هذه من سحراتي اللي هو الحاج بهلول، هي العائلة اسمها آل بهلول وهو اسمه بهلول. قال أنا عندي عيالي وأحفادي مش حابين إنه يكملوا في المهمة هذه، إنه هو يشتغل كمسحراتي. هو كان آخر واحد. كان آخر واحد. بعدين مع مرور الزمن الناس بدا عندهم وعي، والناس بدوا في فئة من الناس تفهم وتحب إن الشيء هذا يرجع، وبالفعل رجع. يعني في فترات زمنية بس مش زي لما كانت عائلة آل بهلول، كانش حضورها قوي. شوف نقول لكم حاجة، يعني معنا مثلا في حاجات مع تقدم التكنولوجيا والعصر إن تندثر لنا في بدائل لها، بس المسحرات نشوف فيها حاجة من لازم تكون، يعني لازم تكون موجودة، هي بالفعل. أجواء رمضان، الأجواء الجميلة، يعني مش حلوة. لازم نحن أجواء حلوة نتنقرض بوجود الساعة، تعطي طابع خاص لرمضان، تعطي رونق خاص. أنا أنشودة المسحراتية ممكن نقدروا نسمعوها تو مع بعضنا، اللي هي المصرية، النسخة المصرية اللي كتبها أهلا محمد. أهلا يا مروة، أنا نتكلم عن المسحرات اليوم، مستمتع بالقصة يعني تسمع فينا وتعريجنا على كلامك. في لندن في بريطانيا كان في شخصية مثلا وظيفة لأيمات كان المنبه غالي، كان يعني المنبه مش أي حد يشري منبه لحوشه، وفي ناس بتمشي الخدمة لنا في عقاب لو تأخرت. فكان منهم مثلا شخصية كتبت في السطور التاريخية ماري سميث، كانت وظيفتها عندها زي بوقك صغير، تقعد مثلا أنت تتفق أنا وياك مثلا مروة تقولي لي أنا بنوض الساعة 6 الصبح نجيب جنب الروشن بتاعك وندير لك الصفارة اتجاه الروشن بتاعك باش أنت تنوضي تمشي للي بعدها تمشي للي بعدها. واستمرت هذه الوظيفة اللي يعني عقود، لين أصبح سعر المنبه يعني رخيص معش ولا غالي. منبه بشري. منبه بشري حقيقة. شوفوا كنا وين أصبحنا. فعلا بالفعل. نسمعوا الانشودة؟ نسمعوا المسرح المصرية اللي هي اصحى يا نايم وحد الدايم. يلا. صار الليل صار الليل يا صايمين يا نايمين يا اللي على الله متوكلين نودوا تسحروا يا صايمين. هذا شهر سيدي رمضان، شهر البركة والشهر القرآن، شهر الدين وشهر الأيمان، شهر الجنة وشهر الغفران، شهر الجنة وشهر الغفران. هذه طبعا الليبية اللي سمعناها. هذه سمعنا الليبية تو. شوف هي الليبية ويؤدي فيها شخص عربي يعني عنده أكسنت ممكن سوداني أو مصري. فكانت بعد مضت الحقبة هذه بتاع عائلة آل بهلول، كانوا في عرب واجد اشتغلوا فيها المهنة هذه، مهمة مسحرات. مسحرات عندنا في المدينة القديمة في طرابلس زمان كان يدق على الطبلة، وبعدين يوم اللي يغير الطبلة يجيب الآلة الموسيقية اللي بالنفخ الذكرى
لما يسمعوها الناس يعرفوا ان بكره العيد. من اخر يوم رمضان خلاص. لما يغير الطبله بالذكرى يعرفوا ان اوكي خلاص بكره العيد. في مكافاه قلتي لي مره صح لما كنت تعدي في فقره. في مكافاه في نهايه الشهر لما يستعمل يوم هاي يوم اللي يستعمل الذكرى. ولا بيخدم بالبلاش. لا مكافاه من الناس يعني يجي معها سله او حاجه صح؟ يوم اللي ينفخ بالذكرى يعني بكره العيد كل حوش يختم عليه يعطوه فلوس ولو مبلغ رمزي يعني كم مكافأة له على أتعابه وتفانيه طيلة أيام الشهر الفضيل. مصح متاع النسخة المصرية هي اللي لامستنا ولامست طفولتي أنا بشكل خاص. هذا علاش حكيت لكم عليها أنا. الكاتب متاعها كان فؤاد حديد والالحان والتوزيع والموسيقى والاداء الموسيقار الراحل طبعا سيد مكاوي اللي صوته حاجه نسمع منها شوي. اي نسمعوها يا ريت. وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال يا ألف ليلة شفت من أنشاكي نور عيدان الشمع عيدان والمشاكي. جميل جدا يعني مروة قصة حلوة وذكريات حلوة. حتى المدفع اللي كان ينطلق من السرايا الحمراء معلن عن قدوم رمضان معلن عن قدوم العيد في فترة زمنية كان يعلن حتى عن أذان المغرب. على فكرة اللي حكت على المدفع حتى في تراب بس كان في مدفع زمان وانا صغير. بس اعتقد توا في حركه هو للبحر يطيح المدفع ولا وين يطيح؟ هو صوت بس صوت يعني زي حسبها مدفع حقيقي زي يعني زي الحرب في حركه لا علبه يعني مرات يطيح على حد حتى لا حاجات حلوه ممكن ترجع بما يناسب عصرنا ووقتنا بالضبط. يعني مسحراتي لو رجع نحن مش حنقدر نشوفوه في الشوارع. المدن اخذت بالامتداد والتوسع والارتفاع فمش حنشوفوه او نسمعوه. شوفوا مثلا دبي مثلا اللي تو المدفع موجود موجود في تونس موجود. تسمعوا انتم في تونس زي في مفرقعات تطلع من بعض الجوامع ممكن لما ممكن. ايه في وقت الفطور عفوا وقت السحور ووقت الفطور بعض الجوامع يديروا زي مفرقعه هي يدير ممكن اللي يكون قريب من مسجد يسمعها. بالضبط انا قلت فكره مسحراتي ترجع ولو حتى يصوروه بالتلفزيون والناس تتفرج عليه. بالضبط على الاقل يسترجعوا الذكريات هذه. بالفعل مروة بالفعل. موضوعك جدا حلو ومتشوقين نسمع مواضيع تانية في الحلقات التانية إن شاء الله. شني تقييمكم للأكلة وحناخذوا آخر تعليقات عندنا طبعاً. على صفحة الفيسبوك وتويتر. طيب أنا حنعطيك بما أن ما جبتش بتاعات التصويت بس حنعطيك خمسة محمد البيتزا لديدة أوكي. والخيارات الأربعة اللي درتهم حلوة بصراحة طورت الله يجد في الطبخ الحمد لله اني رفعت لكم المعايير نتاع المطبخ السنه هذه باش ترتفعوا معاي شباب. شن طيبت اليوم محمد؟ طيبت بيتزا؟ طيب بيتزا بيتزا حيضيفك في المطبخ. انا خليت لك في الكواليس مروه بس اني قلت اللي انت مخليك على الفقره نتاعك يعني تقولي ناشطه شويه. طبعا شفت محمد الضيفه ما جبتلهاش بيتزا. والله انتم الزوز تاكلوا قدامها انا ما كلتش قدامها. لا لا ملحقه على الكواليس. حنعزمك على احلى بيتزا مروه. أنا نعطيك خمسة مش بيننا أنا وياك مروة صح؟ ناخذوا آخر التعليقات يلا حد خطرة يقول بيننا يا محمد. ناخذوا آخر التعليقات على تويتر حناخذ على السريع. شوفوا أكلة محمد لذيدة بصراحة. ميمي تقول يا رب مدريديستا عمار قوى الريتم شفتوا كيف؟ نرجس تقول محمد 10 على 10 فنان ما شاء الله. أملي بالله من بكري وأنت تدير فيها قلت لك نعطيك خمسة يا محمد. حلا قلت لك 10 يا محمد مدريديستا 5 حلا شكلها رائعة رب حد اختاروا فيسبوك أو تويتر يلا أوكي. على تويتر قالت لك وفاء شكرا على فقرة المسحراتي بالنزلة في نقالي ونفتحها لما يقرب وقت السحور باش ننوض راجلي وصغار إن شاء الله. العفو. أوكي حتفوزوا حد لأنني ما عنديش. طيب فيسبوك أو تويتر يلا حناخد من تويتر. أوكي مدريديستا ألف مبروك حنبعث لها الآن فتح مسجات. أخيرا مدريديستا جبرنا بخطرة. إيه وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم السحرية مروة إضافة جميلة إن شاء الله نكمله لآخر رمضان بمواضيع حلوة
وإضافات للبرنامج إن شاء الله. شكراً شكراً, شكراً مروة. وصلنا نهاية الحلقة وإن شاء الله كانت خفيفة وظريفة. طبعاً فزتني في كل الألعاب والطبخة كانت خمسة. عمار يومك لحق لحق يومك عادي أي حد في السهرية يفوز هو فوز للجميع. وين قبل شوي كنت تقول أني تطورتكم وأني زدتكم؟ وين الحماس؟ ما بيش نشكر روحي هلبة يعني. المشاهدين يعرفوا لا ما يعرفوش في حد قال نعرف يلا خلاص وصلنا نهاية حلقتنا. تصبحون على خير. مع السلامة. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.